لدين خليلي، مصممة مجوهرات من رام الله. من وأنا صغيرة بحب الفن وكل إشي بيتعلق بالفن. دخلت الجامعة، درست بزنس وعملت ماينر ماركتينج، وكان مشروع تخرجي عن النساء الرياديات في فلسطين. والتقيت بعدين مع كتير قصص نجاح بصراحة ألهموني أني أنا أروح أتجه للهواية أو الشغف اللي أنا بحبه. أول ما بلشت كانت أول قطعة بعملها اللي هي خاتم، نزلته على صفحتي على الفيسبوك ونالت إعجاب كل صحباتي، كل الأهل. فمن هون بلشت، صرت أعمل قطع أكتر وصارت تلاقي إقبال من كل الناس اللي حوالي. أنا بعمل خواتم، سنسيل، كمان أساور، بوكلة شعر كمان، والمعادن اللي بستخدمها هي عبارة عن سلك بيكون خام، مطلي ذهب، وكمان بستخدم اللي هي السنسيل الجولدفيلد. اعتمدت بالتسويق بشكل عام على السوشيال ميديا. بالأول بلشت فيسبوك، بعدين اتجهت للإنستغرام، وتقريبا من أسبوعين أطلقت اللي هو الموقع الخاص فيه. هدفي إني أتوسع أكثر، تصير قطعي كمان تستهدف الناس اللي في الخارج، يعني تصير انترناشنال. وكمان غير هيك اني اعمل لاين جديد يكون له علاقة بالهوم ديكوريشنز.